بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. رمضان كريم عليكم وعلى كل اهلكم واحبابكم، يا رب ينعاد عليكم بالخير والستر والسلامه، والجميع طلابنا ان شاء الله بالنجاح والتفوق، رب يوفقهم بحق محمد وآل محمد وبحق هذا الشهر الفضيل. سلسله فيديوهات الفطور، فطورنا اليوم فاصوليا. أنا تعرفون طريقتي بالفاصوليا، انه رأسا اغسلها وافورها، وبس يعني تطفو لي فوق اطفيها واغطيها، ورا شوية ربع ساعة هيك اجي القاها كلها يعني ساحبة مي ونازلة لي جوا. بهاي الحالة من وصلت لهاي المرحلة راح اشغل النار على يعني اقل شي نار هادئة، يعني كلش ناصية النار، واغطيها وارجعها تفور شوية واجي القاها مستوية. وان شاء الله نكمل فطورنا وياكم اليوم، كملوا وياي الفيديو حتى تشوفون شنو تفاصيل الفطور الباقية. وهذا الثوم بس هيك اول فورة، بعد هاي هي اطلع قشرة واحم سوي المعجون. ان شاء الله تابعوا الفيديو ان شاء الله على ما تعرفون بقية التفاصيل مع الفطور. راح اسوي لكم اللهانية. شوف اللهانة كل ما تصير ناعمة ورفيعة اكثر كل ما تصير احسن، وهي تذبل بالملح يعني بعد حجمها يذبل اكثر. ابرش عليها جزر، ابرش بالناعم، ما ادري تقدرون بالخشن يعني، لانه شلون ما قلت لكم هذا الملح والمايونيز شوي لامن جوزي هم، هذا كله راح يخليها انعم يعني تذبل، شو ما نقول ما تبقى خشنه يعني بالاكل. كمل برش وارجع وياكم. انا هسه حاليا كل شيء مكمله، نحضرهم هنا. أنا هذا اخلي له شويه ليمون وملح بس، هي يعني ما احب اضيف عليه بعد اشياء. وبالمناسبة هي لهانة لونها بنفسجي، ليش يسمونها اللهانة الحمراء؟ بعد ساعة لونها تغير، شوفوا نزلت لون، واللون الأبيض بيها راح يتغير. هذا نعناع يابس، أخلي عليها مايونيز، وراح أخلي عليها لبن شوية الحديرة هذي الباقي بيها. هنا اضيف شوية ملح، الملح بدال لا من دوزي حضيف شوية عصير ليمون، واخلي شكر اصلا لازم اياها شكر، واخلطهم زين. قدمتها وياكم بهذا الشكل، هذين سويتها وياكم هسه، وهاي باقة من البارحة. طبعا المقبلات كل ما تبقى بالثلاجة يوم اكثر حتى يومين هم يصير طعمها اطيب بعد، لان تتبل بالمواد مالتها تصير نكهة وطعم اطيب. ان شاء الله انتظروني على مود ارتب السفرة وياكم. هذا شكل سفرتنا لهذا اليوم، الحمد لله والشكر على النعمة. الله يتقبل منكم صيامكم كل طاعاتكم، انتبهوا لي زين على سفرتي وشوفوا شنو بيها نقص. اريد بالله منكم قول ملاحظه ويقول لي شنو النقص اليوم بالسفره، اكو شيء اليوم نسيت اسويه. عدا الحلو، الحلو احنا ما نخلي، حتى لو اخلي وي السفره ما ناكله. فعد الحلو قولوا لي شنو النقص بالسفره، وسهمنا وسهمكم الف عافيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم لك صمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك نبنا وعلى رزقك افطرنا ولصيام غدا نوينا ذهب الظما وامتلت العروق وثبت الاش ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله انا انزلناها في ليله القدر وما ادراك ما ادراك ما ليله القدر خير من الف شهر. يلا يا مو نهايه، يلا هاك كل هنا. اقول لكم مع السلامه، في أمان الله وحفظه.